قرشي صبرا بعد الفتح. هل هذا التبويب في جميع النسخ أم لا يوجد في بعضها؟ نعم، في بعضها قد لا يوجد، سيأتي معنا من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي ابن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة، أما أخوه عبد الرحمن فهو من القضاة المغفلين. قال: ووكيع، وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان ثقة عابد، كان مشهورا بالحفظ والزهد. عن زكريا، وزكريا هو ابن أبي زائدة، قال عن الشعبي، هذا الجبل اسمه عامر ابن شراحيل ابن عبد أبو عمرو الهمداني الشعبي، هذا من كبار علماء الإسلام، مكحول، مكحول. قال: ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي، ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. وقد سئل وقيل له: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام، الغم والهم والحزن من شواغل الطلب، وفي بعضها بنفي الاعتماد، أي أنه يترك الراحة والسير في البلاد، الرحلة لأخذ حديث رسول الله، وصبر كصبر الحمام أو كصبر الحمار، هذا وذاك. قال: وصبر كصبر الحمار، وفي بعض المصادر كصبر الحمام، وبكور كبكور الغراب لا ينام بعد الفجر. وهذه ذكرت أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله. هذا الرجل كان عجيبا، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط، ما طلبت أن يعيده علي. سبحان الله، يعني أعطاه الله جل وعلا قلبا قويا يحفظ الحديث على أول مرة. وكان الشعبي صاحب آثار، الشعبي كان صاحب آثار، وهو القائل: لعن الله رأيت أو أرأيت، يعني بعضهم يأتي أرأيت وأرأيت، قال: لعنها الله،
المسلم يسلم ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم لله جل وعلا. وكان يبغض أصحاب الأهواء، أصحاب البدع والخرافات والفرقة والتحزبات، يبغضهم. وقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بأصحابه، الهوى يهوي بأصحابه، يهوي به في الدنيا ويهوي به في الآخرة. ومع هذا العلم الوافر كان يقول لا أدري، هي نصف العلم، لا أدري. يعني إذا سئل عن شيء وما عنده فيه علم قال لا أدري، الله أعلم، ما عندي علم، وهي نصف العلم. وانظروا إلى هذا الإمام، هذا الإمام من الوزن الثقيل من علماء اليمن، لكن الذي يظهر هو خرج من اليمن رحمه الله. وجاء في ترجمته أن عبد الملك ابن مروان وجهه إلى ملك الروم الخليفة المشهور الأموي عبد الملك ابن مروان، وجه الشعبي برسالة إلى ملك الروم، فلما انصرف عنه ورجع إلى عبد الملك ابن مروان كتب ملك الروم بكتاب وأرسله مع الشعبي إلى خليفة المسلمين، إلى عبد الملك بن مروان. فلما جاء وقرأ الخليفة الكتاب، ماذا كتب ذلكم الشيطان؟ ماذا كتب في هذه الرسالة؟ كتب: أتعجب لأهل ديانتك كيف لم يستخلفوا عليهم سواك. ماذا أراد؟ لما قرأها قال عبد الملك ابن مروان هذا الذي كتب، الشعبي من فطنته قال: يا أمير المؤمنين لم يرك، ولو رآك ما قال ما قال، يعني ما رآك. ثم قال: يا شعبي، إنما أراد أن يغريني بقتلك. ثم قيل لملك الروم فقال: لله دره، والله ما أردت إلا ذاك. تعجب من ذكى هذا الرجل وفطنته وعلمه، لماذا لم يكن سيدا؟ حسد المسلمين على هذا العلم وعلى هذا العالم، وأراد أن يوقع بينه وبين الخليفة، وإذا تسلط عليه الخليفة قتله. سبحان الله. انظروا إلى بعض كلماته، كلمات جميلات، كلمات تشبه كلمات الحسن البصري رحمه الله. قال الشعبي: ما بكيت من زمن إلا بكيت عليه. ما أجملها من عبارة، ما بكيت من زمن إلا بكيت عليه. الزمان لا يأتي بأفضل في الجملة، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كلماته أنه قال: ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. سبحان الله. ما اختلفت أمة بعد نبيها
حصل بينهم اختلاف، إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها، ولهذا حذر الله من الاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فإذا حصل الاختلاف ضعف الأمر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال له رجل وتكلم معه وأقذع عليه في الكلام وشد عليه، ماذا قال الشعبي؟ وقد رماه بكل حجر ومدر. قال له الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. عبارة مسكتة. ويقولون الشعبي من المتكلمين الذين يسكتون، إذا تكلم أسكت، ماذا يقول بعد هذا الكلام؟ مر معنا لما سأله سائل وقال له: أيجوز للمحرم أن يحك؟ يجوز له أن يحك جلده؟ ماذا قال الشعبي؟ قال له: نعم، يحك حتى يصل إلى العظم. أتسأل بهذا السؤال؟ ما المانع؟ الحك ليس من محظورات الإحرام، فهو يتكلم ويرد بإجابات مسكتة. من عباراته الذهبية أنه قال: كانت درة عمر. نعم، كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج. صحيح، الدرة العصا والسيف السيف، أيهما أهيب؟ درة عمر رضي الله تعالى عنه. المسألة ليست بالقتل ولا بالجزر، المسألة هي بالعدل وإقامة دين الله جل وعلا. وما الدين إلا أن تقام شرائع ويؤمن سبل بيننا وهضاب. نعم، هذا هو الدين، تقام شريعة الله على ما يريد الله جل وعلا. وأتى بعبارة، وعباراته متنوعة. قال: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. زوج كريمته، أخت ابنته، من رجل فاسق قطع رحمها. هذه أمانة، ضعها في مكانها. أيضا كان أعرابي يجالسه، وكان الشعبي يطيل الصمت، فقال له الأعرابي: ألا تتكلم؟ فقال له: أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، إن حظ المرأة في أذنيه له، وإن حظه من لسانه لغيره. ما أجمل هذا، عبارة جميلة، أسكت فأسلم، وأسمع فأعلم، وحظ المرء في أذنيه له، لأنه يسمع يستفيد، وأما حظه من لسانه فلغيره. يعني
هو لغيره، ولا حرج إذا تكلم بخير إذا قال خيرا. أيضا قال: لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لأعد علي تلك. أما الناقد بصير، نعم، فهو لا يأتي ينظر إلى الصواب، إن رأى صالحا دفنه وإن رأى سيئا نشره. أيضا مما جاء عنه: لما أتى رجل وهو يمشي مع الشعبي، الشعبي يمشي مع امرأته، أتى من أجل أن يسأل، ما في إلا رجل وامرأة، فلما وصل إليه قال: أيكم الشعبي؟ فأشار إلى زوجته وقال: هذا تسأل بهذا السؤال، ما في إلا رجل وامرأة، الشعبي وأهله، ويقول: أيكما الشعبي؟ مما جاء عنه أنه قال: أرأيتم لو قتل الأحنف، الأحنف المشهور، ذلكم الرجل الذي يعد فريدا، قال: أرأيتم لو قتل الأحنف وقتل معه صغير، أكانت ديتهما واحدة، يعني دية سواء، أم تزداد دية الأحنف لعقله وحلمه؟ قالوا: لا، سواء، المسلمون تتكافأ دماؤهم، دماؤهم سواء، ما يقال هذا شريف وهذا وضيع، هذا ذكي وهذا بليد، الدية سواء. قال: فليس القياس بشيء، هذا قياس، نصوص، عندنا نصوص شرعية. قال: نعم الشيء الغوغاء، العوام، نعم الشيء الغوغاء، يسدون السيل ويطفئون الحريق ويشاغبون على ولاة السوء، هؤلاء أبطال في هذه القضايا، نعم. وبعض الناس يقاد، وكما قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لا، أنت تقتدي برسول الله، ولا تجعل نفسك مهزلة وسلعة لكل ساخر ولاعب بك، لا، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. انظروا إلى هذه الكلمات المباركات، ولهذا الله جل وعلا قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما هو الذي لا يسمع إلا الدعاء والنداء؟ الشاه، نعم، أو البهيمة، اذهبي تعالي بألفاظ تفهمها. ولهذا كما ذكر ابن كثير قيل لبعضهم: إلى أين؟ أو نعم، مع من أنت؟ قال: مع القوم. إلى أين؟ قال: لا أدري، ولا يدري إلى أين. فينتبه، أغلى ما تملك هي نفسك، ضعها في مواضعها حيث وضعها الله ووضعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك هناك أمور، وربما أيضا كذب عليه ذلكم البيت، الله أعلم، فتن الشعبي لما
إلى آخره. وقد يعني دعي فقال له الخليفة: دعي الشعبي لما قال الشعبي رفع الطرف إليها، فتعجب الخليفة منه: سمعته قبل؟ قال: والله ما سمعت. كيف؟ قال: لا يصلح هذا الصدر إلا بهذا العجوز. أتاب هكذا، فتعجب منه الذي سأله هذا السؤال، لكن الله أعلم بصحة ذلك. مما يذكرونه من طرائف هذا الإمام أن جسمه كان نحيلا، فقيل له فقال: زوحمت في بطن أمي، لأنه ولد توأم. نعم، ولد توأم، قال زوحمت، ولعله قال ذلك مداعبة وانبساطا. أتى إليه رجل وقال له: يا شيخ، ما اسم زوجة إبليس؟ فماذا قال؟ قال: ذاك عرس ما حضرته، ذاك عرس ما حضرته. مما ذكروا عن أن رجلا أتى إليه وقال، ولعل الكلام كان حول تخليل اللحية، قال: كيف أصنع لحيتي كثيفة؟ فقال: أدخلها وأنقعها بالماء من الليل. نعم، لعل هذا السؤال بعد إيضاح وبيان أراد أن يسكته لئلا يدخل يعني في العبث والهزل. فرحمة الله على هذا الإمام الذي هو الشعبي. أحد يذكر أيضا لما سئل: أيجوز للحائك أن يصلي بالناس؟ قال: إذا كان بغير طهارة. نعم، هذا من ذاك، هذا من ذاك. ولما تقرأ سير هؤلاء العلماء العظماء رحمهم الله تجد علما جما كثيرا. قال عن الشعبي، قال: أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا ابن نمير، وهو من؟ محمد ابن عبد الله ابن نمير، يروي عن أبيه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا، وزكريا ابن أبي زائدة بهذا الإسناد وزاد قال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطيعا. طيب، هذا الحديث رواه عبد الله بن مطيع، وأبوه مطيع هو ابن الأسود صحابي رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يقتل بسبب الكفر، بمعنى أنه لا يرتد فيقتل صبرا على ردته. وليس معنى ذلك
أن من وجب عليه القتل لا يقتل، لا، لكن النبي أخبر، ولهذا الردة ربما بعد الفتح لم يكن هناك في قريش. قوله بعد هذا اليوم يريد يوم الفتح إلى يوم القيامة، يعني بمعنى أنهم يثبتون على دين الإسلام، وأنه لا يقتل قرشي مرتدا ثابتا على الكفر صبرا، إذ قد وجد من قتل منهم صبرا في القتال وغيره، ولم يوجد من قتل منهم صبرا وهو ثابت على الكفر، الذي يظهر وهو ثابت على الكفر. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، والله أعلم. قوله: ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يغير الأسماء القبيحة، اسمه العاصي، فماذا سماه النبي؟ سماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطيعا، سماه مطيعا. فالواجب على الأب أن يختار لأولاده أسماء طيبة، يعني أسماء تسمي بها مباح، أما الأسماء بعضهم بين إفراط وتفريط، تراه يأتي بألقاب، ربما سمى ولده عز الدين ونور الدين ونجم الدين نعم ويعني ناصر الدين، وهكذا أسماء كبيرة، وربما أتى بمثل هذه الأسماء، يعني كالعاصي وسكران وشوعي وماذا، وربما أيضا بعض الأسماء ليست طيبة، نعم أيضا مثل نشوان نعم، وهكذا بعض الأسماء. أين نحن من أسماء الصحابة ومن أسماء أولاد رسول الله ومن أسماء بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أسماء مباركة، بعضهم أحيانا يبحث، وربما مدة الحمل وهو يبحث عن اسم، ما هذا التعب؟ أيضا التعبيد لغير الله ما يجوز، يعني مثل عبد المطلب وعبد النبي وعبد الرسول، وهذه الأسماء التعبيد لغير الله حرام، وهكذا كأسماء الكفرة فرعون وقارون وهامان، لا، هذه أسماء كفرة، وعد، وبعضهم ربما يأتي بالعجائب في أسماء أبنائه. الشيخ ابن عثيمين مرة ذكر أن رجلا سمى ولده نكتل، فسئل فقال: نكتل هو أخو يوسف، قال الله: أرسل معنا أخانا نكتل. طيب ما هذا؟ هذا فهم سقيم، يعني نكتل من الكيل، لكن هو فهم هذا الاسم قال نكتل. لا، الحمد لله الأسماء الطيبة أكثر من الخبيثة، والأسماء لا تباع ولا تشترى. هل رأيتم محلا تباع فيه الأسماء؟ لا. سمي بأسماء الخلفاء والصحابة
رضي الله عنهم أو بالأسماء التي ليس فيها قبح وليس فيها تزكية أيضا وليس فيها يعني كبر، كبر في حجمها اسم كبير. قال النووي رحمه الله: قوله ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع، غير وغيرا، كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاصي من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي ما أسلم ممن كان اسمه العاصي مثل العاص بن وائل السهمي والعاص بن هشام أبو البختري والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية والعاصي بن هشام بن المغيرة المخزومي والعاصي ابن منبه ابن الحجاج وغيرهم سوى العاصي ابن الأسود العدوي. الاسم يؤثر. هؤلاء العصاة لم يسلم إلا واحدا، غير النبي اسمه. الاسم يؤثر جدا، ولهذا إذا سميت ولدك مثلا سميته محمدا، محمد رسول الله، أو سميته عمرا، يتطلع إلى أن يقرأ سيرة عمر، أو سميته يوسف تراه ربما حفظ سورة يوسف، أو سميته إبراهيم يأتي ويحفظ المقاطع ويقرأ ترجمة ويعني سيرة النبي إبراهيم عليه السلام. لكن لو سميته عاصي، عاصي عاصي، وربما بدأ بك وعصاك، كما سمعنا الاسم له تأثير على المسمى. طيب أعمام النبي من هم؟ حمزة، العباس، جعفر، من؟ من؟ الحارث، من؟ ها؟ أبو طالب، أبو لهب. انظر إلى المعبدين لغير الله ماتوا على الكفر، صح ولا لا؟ أبو طالب اسمه، ما اسمه أبي طالب؟ عبد مناف. وأبو لهب ما اسمه؟ عبد العزى. وانظر إلى جعفر وإلى حمزة وإلى العباس وإلى الحارث، ما أدري الحارث أدرك الإسلام؟ نعم ينظر. لكن جعفر وحمزة والعباس أسلموا، وكما قال بعضهم: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. هكذا الأسماء فهي تؤثر، فالحرص على الأسماء الطيبة هذه من البلايا والرزايا. سميه باسم المغنيين والممثلين وأحيانا بأسماء الكفار، لا انتبه، لا تعق ولدك فإنك إن عققت عقك، والجزاء من جنس العمل. هذا حب الفلوس. نعم، بعضهم يسمي الولد مليون والبنت ملايين، وإذا نظرت لا مليون ولا ملايين، كلهم مفلسون. فالأسماء هي لا تغير من المسميات، والله المستعان. إلى هنا بارك الله.